السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فادي البلتاجي. طبعا الفيديو ده انا طبعا الفترة اللي فاتت بدأت انزل الفيديوهات بتاعت تربية الدواجن والحاجات دي، الدواجن البيضاء والساسو والبلدي والحاجات دي. فبدأت طبعا الناس تشوف الفيديوهات، لان الفيديوهات القديمة اللي كنت بنزلها كانت كلها فيديوهات تعليمية عن الأزولة ومشاكل الأزولة، علاج الأزولة، الكلام ده كله، فما كانش فيها فيديوهات تعتبر تسويقيه للازولا. فطبعا لما بدات انزل الفيديوهات دي بدات الناس تانية تتصل، عايزين ازولا، عايز طن ازولا، 2 طن ازولا. اتكلمت طبعا في الموضوع ده من فتره سابقه، بس من فتره كبيره. فطبعا الناس اللي بتخش على الفيديوهات بتشوف الفيديوهات بتاعت الدواجن اللي احنا بننزلها ديت، فطبعا هو باص عايز يستسهل يشتري ازولا وياكل. طبعا من نسيت انوه عن النقطه ديت في الفيديوهات، فبدا تجاره الازوله تنتعش تاني، وبدات الناس تتصل بالناس اللي بيبيع الازوله ونصابين الازوله تاني. طبعا انا بيتصلوا بالسكرتيريه عندي او على الواتس، بنقول لهم ما بنبيعش ازوله علف عشان بنستحرم بيعها، لان بتبقى سعرها اغلى من سعر العلف. فطبعا طبعا انا اكتر السكرتيريه عندي بيردوا على الناس، احنا ما عندناش ازوله للعلف، احنا عندنا ذريعه فقط، ما بيقعدش يهاتي وياخد لان ليه وعشان ايه والكلام ده كله، ما عندناش وخلاص، احنا ما عندناش وخلاص، ما بيقولش ليه وكده، يقول لك اتفرج على فيديوهات، فطبعا ما بيعرفوش ايه السبب. فهننوه على الموضوع ده في كل فيديو هننزله تاني، هننوه على الموضوع ده يا جماعه. اللي هيربي على الازوله يربي ازوله، دي الدواجن للبط للمواشي، لو هيشتري ازوله مشروع فاشل، مش هيوفر حاجه، بل هيبقى اغلى عليه من العلف، هيبقى مشروع فاشل. تمام، هتقدر تزرع وتاكل، يبقى انت كده بتاكل ببلاش، انت بتزرع عندك بتاكل انتاج ببلاش، بتاكل ببلاش، لكن انت عشان تشتري بفلوس يبقى انت كده بيتنصب عليك وبيضحك عليك. تمام، موضوع الازولة موضوع ممتاز جدا للي هيزرع، اللي هيشتري هيتخرب بيته، الشخص اللي هيشتري هيتخرب بيته. تمام، ليه؟ طن الازولة اخضر اللي انت بتروح تدفع فيه 1000 و1500 جنيه غير نقله، القيمه الغذائيه اللي فيه تساوي 100 كيلو علف، لان بيدوا لك اخضر بميه، الازوله فيها 90% ميه. فانت طن الازوله اللي بتروح تشتريه ده وتقول انا جايب طن ب 1000 جنيه ولا ب 1500 جنيه، ده يساوي 100 كيلو علف. يعني انت ما تشيل النهارده طن ب 1000 ونص، تمام؟ ما بيتباعش النهارده اقل من 1000 ونص. تمام؟ يبقى انا بشتري ب 100 كيلو ب 1000 ونص، هو هل 100 كيلو علف ب 1000 ونص؟ 100 كيلو علف ب 100 كيلو علف ب 1000 1100. تمام، ده انا بتكلم في دواجن، مواشي بتتكلم في 700 جنيه. تمام، هل انت النهارده تشتري طن العلف ب 1000 1100؟ يبقى انت كده النهارده بيضحك عليك طبعا، لان اللي بيبيع لك انت بتقع مع واحد نصاب يقول لك ده، يقول لك مرتين 25 ل 35%. ايوه الكلام ده للجاف مش للاخضر، الكلام ده للجاف مش للاخضر، مفيش حاجة اسمها أخضر فيه بروتين كام في المية، ما تقدرش تعرف الأخضر ده بروتينه كام، لأن فيه مية، عشان أقدر أقيسه لازم أجففه عشان أقيسه. يعني أنت ما بتودي أي شيء للمعمل عشان يقيس البروتين فيه، بيجففه ويطحنه وبعد كده بيقدر يشوف، يقدر عشان يقدر يقيم البروتين فيه قد إيه. حتى بيجي لك العينة للوزن الجاف، 100 جرام جاف أو كيلو جاف البروتين فيه وهكذا، بيبقى مكتوب في في التقرير اللي بيجي لك كده، ما بيقولكش الاخضر فيه كام، ما ينفعش. يعني الاخضر ساعه ما نطلعه في الميه يبقى ليه ميزان، بعد ساعه ليه ميزان، اخر النهار ليه ميزان، ثاني يوم ليه ميزان، فيقيسولك ازاي؟ هيقولك ايه نسبه ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. بس هتقدر، وما يقدرش يقول لك الاخضر نسبه الرطوبه فيه 50% ولا 37% وبروتينه فيه كذا، ما ينفعش، انت مش هتقدر تحسب بعد كده البروتين كام. هو بيديك للجاف مش الاخضر. فيا جماعه اللي مش هيقدر يزرع ازولا ينسى الموضوع ده ويشيله من دماغه. الازولا للي هيزرع، هيزرع يربي عليها، وما تقوليش انا هزرع عشان ابيع،
محدش يتصل بيا يقول انا عايز اعمل مشروع اعمل ازوله وتبيع لي يا استاذ فادي. ما ببيعش لحد وما بساعدش حد على البيع، تمام؟ ما بساعدش حد على البيع. وانا انا نفسي لو كنت اقبل الحرام انا كنت زرعت جنب هنا 20 30 فدان في وادي الملاك جنب العشل هنا اهو، وابيع لي كل يوم 20 30 طن ازوله يطلعوا لي عيش ملك، اعمل لي 3 4 مليون جنيه في السنه. بس دي فلوس حرام، فلوس حرام. اللي بيضحك على الناس ويروح يبيع لهم الازوله ويقول له استمرتنا 25 ل 35% فلوسك حرام. مفيش واحد من اللي عمل كده في السنين اللي فاتت ودام. كل الناس اللي عملوا المواضيع دي وراحوا زرعوا فدادين وباعوا نصبوا على الناس الثلاثي والرباعي والسباعي وشركه المهدي وشركه مش عارفه مين وشركه مين، كلهم فلسوا، كلهم اتخرب بيتهم واتقفلوا، مع انه بيبيع وبيكسب. بس الحرام ما بينفعش. انت بتغش الزبون عشان خاطر تبيع، تروح تبيع له ازوله ب 1000 ونص وتقول له استمرتنا 25 35، هو طبعا بيحسبها دفع 1000 ونص بدل ما راح يدفع 7000 جنيه للمواشي، فدفع 1000 ونص كده كسبان. انت كده خربت بيته، وبعد الدوره طبعا تشتغل معاه 3 4 شهور يجي يحسبها في الاخر يتلاقي نفسه خرب بيته. حرام، دي فلوس حرام. انت في ناس بيحتاجوا خضره غصب عنهم، محتاجين لاعمار معينه في المواشي الكلام ده محتاج، ومش لاقي برسيم والكلام ده، بس تعرفوا ان لو هيشتريها عشان بروتينها 25% مش عشان خضره، دي بروتينها 25% جاف مش اخضر، عشان ما يبقاش فلوس اللي انت خدتها حرام. طبعا ما حدش هيشتري، لان ما حدش بيشتري خضره عشان ياكل مواشي عنده. اللي بيربي مواشي بيزرع عنده برسيم، اي فلاح بيربي مواشي في البيت بيزرع، مفيش فلاح ما بيزرعش وبيربي، ما ينفعش. يخسر ولا يكسب لبن في تربية الحلاب ولا يكسب لحم في تربية اللحم، يخسر. لازم يكون زارع عنده، زارع عنده برسيم، زارع ضراوة، زارع أي حاجة عشان يأكل منها، لكن يشتري عشان يأكل يتخرب بيته. طبعا كل الفلاحين البيوت اللي مربيين فاهمين الكلام ده. لكن تروح لواحد نصاب يقول لك الازوله 25% بروتين والطن ب 1000 ونص ده كده ببلاش جنب العلف ده، العلف تروح تجيبه ب 7 8000 جنيه، ده نصاب. الازوله تزرع عندك زي ما بتزرع برسيم عندك وضراوه عشان تاكل، ماشي كده هتربح وهتكسب، وبالفدان بيديك طن في اليوم، فطبعا اعلى بالبرسيم والضراوه، فهتاخد خضره كتير كتير فهتستفيد اكتر. لكن تشتري يبقى لا مؤاخذه، بتدي نفسك على قفاك. اللي بيشتري ده بيدي نفسه على قفاه. طالما هو فيه من الكلام انا وصلته للناس وانت مش عايز تستوعب. انا اقعد اشرح للناس في التليفون يكلموني يا جماعه ما تشتريش، يا تزرع عشان تاكل يا تنسى الموضوع ده خالص. انت مش عايزني اشتغل ليه؟ الناس كتير او اجي انصحهم يشتمونا في التليفون، وبعد 3 4 شهور اما يروح يشتري ويضرب نفسه على قفاه ويعرف انه خسر وخد على قفاه، يرجع يتصل بيا يقول انا اسف يا استاذ فادي، انت نصحتني لوجه الله وانا ما خدت وانا ما سمعتش كلام، انا كنت فاكرك ان كل همك انك تبيع زريعه. انا ما قلتلكش تعالى خد من عندي زريعه، انا بقول لك ازرع واكل لنفسك، زي ما بتزرع برسيم وضراوه عشان تاكل المواشي بتاعتك، ازرع عشان تاكل لحالك. لكن تشتري، مفيش حد بيشتري برسيم وضراوه عشان يربي مواشي عنده. ده بيفلس على طول بيخسر، ده بيتخرب بيته وبيخسر. ده من اول هام. تاني هام اللي بيبيع لك الازوله تمام عشان خاطر تاكلها للمواشي، هو بيبقى متخوف ان انت تاخدها تزرعها. ففي حاجات طبعا انا مش هقول ايه اللي بتتعمل، في حاجات كتير بتتعمل عشان ما تنفعش تتزرع. طبعا الحاجات دي بتتعمل بتضر الحاجه اللي بتاكلها. طبعا في طرق كتير عشان يحافظ عليها، اذا كان بيموتها عشان ما تنفعش تزرع، دي اول شيء. تاني شيء عشان في الحر ما تبصي وتخمر وتبوظ وتعفن، فبيحط عليها حاجات عشان خاطر ما تبصي. طبعا انا مش هقول ايه اللي بيتعمل عشان خاطر في ناس بتاخدها. قبل كده نزلت فيديو من كام سنه وقلت في الكلام ده، فالناس بقت تتعلم منها وتعمل، فانا مش هقول ايه اللي بيتعمل عشان الناس ما تتعلمش منها وتعمل وتضر الناس، تمام؟ بيحاولوا يحطوا عليها حاجات عشان يحافظوا عليها، تتحمل 3 4 ايام في الصيف. في الحاجات دي بتضر، بتعمل فشل كلوي للطيور، بتعمل فشل كلوي للطيور والمواشي، بتعمل في بعض السموم بتعمل سموم للطيور والمواشي، بتعمل اسهالات. طبعا هو كل همه ان هو عايز يبيع، ملوش دعوه انت تخسر ما تخسرش، هو ملوش دعوه. اللي بيبيع لك اذا كان اصلا هو نصب عليك عشان خاطر يبيع،
فهو مش فارق معاه انت الحاجه اللي عندك دي ايه، تموت تغور في 60 داهيه، هو مش فارق معاه، هو كل همه جيبه وبس، هو عايز يكون فلوس وبس. انت تخسر تكسب ما هو ملوش دعوه بالكلام ده، ده مش موضوع. النصاب مش همه انت تكسب ولا تربح ولا مصلحتك، مش همه، فاهمني؟ فمحدش يشتري ازولا للعلف. نصيحه لوجه الله، انا لو كانت الموضوع ده حلال انا كنت عملته لنفسي، بدل ما كنت انا من قاعد وما كنت انا قاعد كنت عملت ملايين، كنت عملت ملايين. الموضوع ده لو حلال انا كنت عملته، يعني انا كنت استفيد، لكن الموضوع دي هتبقى فلوس حرام. تمام، الفلوس دي هتبقى حرام للي بيبيع، هيبقى حرام لان مش هينصحك ويعرفك ان دي الطن بيساوي 100 كيلو ولا هيعرفك حاجه خالص، هو كل همه انه يبيع لك، يقول لك ده 25% ب 1000 جنيه. اديني نصحت وجه الله، وانا هحاول كل فيديو من التعليم اللي انزله بتاع المواشي كامل من هنا ورايح هقول فيه يا جماعه خلي بالكم من نفس الموضوع عشان خاطر محدش يتضرر. وريت يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.